نتكلم الآن عن الأجزاء Part. فننزل إلى New، نضغط Part، تفتح لنا فايل جديد. هنا مكان السكتش ورسم ال 2D سكتش. كما نرى على اليسار هناك البانل، هون فيها التي فيها الأوامر، وفي الأسفل هناك البراوزر. كل العمليات التي نطبقها تتسلسل هنا كنظام الشجرة مثل إكسبلورر. فمثلا نرسم دائرة ثم زوم اوت، نذهب الى اليسار، نرسم دائرة اخرى، عفوا نرسم دائرة من السنتر، السنتر دن. ثم طبعا نحدد الابعاد لاحقا، ليس مثل الاوتوكاد. الاوتوكاد نرسم مباشرة بابعاد، اما هنا فنحدد هذا مثلا 5 inches، والذي يلي 4 inch. عندما ننتهي من عمل السكتش نضغط على ريتين، ولكن لم انتهي الآن، سأضيف بعض الخطوط. لو ضفنا من السنتر، نضغط على السنتر، سنتر لاين بزاوية محددة سنعلمها لاحقا، الزاوية 45 درجة. نذهب إلى General Dimension، الزاوية مع الأفق. طبعا هناك يجب أن يكون هناك خط حتى نحدد الزاوية من، إضافة إلى خط هنا عشان نرسم الآن. أوكي، نذهب إلى الجنرال دايمنشن، الزاوية هنا هي 45 درجة، نضغط على الدايمنشن، نكتب 45، انتر، والطول هو 6 انشات أو 5 انشات. نقوم بعملية الآن ميرور. طبعا كما نرى هنا، هناك جميع أوامر الدرو مع التون موديفاي مثل توكاد. عندك اكستند، تريم، سبليت، موف، كوبي، سكيل، وستريتش، روتيت، أوامر الأوتوكاد. أذهب إلى ميرور، أختار هذه العناصر. طبعا قبل ميرور علينا دن، سأعمل أوفسيت ليس ماكيت، أوفسيت، أيوة، لهذا الجزء. طبعا المسافة نحددها هي انشين أو انش ونص، 1.5. نحذف هذا الجزء. ثم نحذف هذا أيضا. نذهب إلى Extend. ثم إلى line حتى يتقاطع معه، ثم trim. trim هنا، trim هذه. نرسم طبعا الشكل لا على التعيين. انتهينا من رسم السكتش. طبعا هنا عندك سكتش واحد، بارت رقم 2 مثل اسم الفايل، نضغط على retain. ننتقل الآن إلى مود ال بارت فيتشرز. كنا عندما نريد أن نعدل في السكتش، طبعا دبل كليك، دخلت على 2D سكتشز بانل، خلصنا تعديل، رسمت وانتهيت من التعديل. نضغط على retain، تضغط بقى على الفيتشرز كإضافة هنا 3D إلى السكتش المرسوم. فلو ضغطنا نحن على
اوكي اكسترود. طبعا مثل ما لاحظنا عندك اكسترود هنا ممكن تعطيك سيرفيس او سوليد. سيرفيس و سوليد. نريد نحن السوليد. طبعا ديستانسز هو 1 نضع على 1 انش بالاتجاهين. اوكي طبعا هنا لو ضغطنا على F6 اعطاك شكل الذراع. نريد ان نستخدم نفس السكتش ولكن باكسترود اخر. فنذهب نلاحظ هنا اضافة عملية اول اكسترودين، اكسترودين رقم 1. فنضغط على اشارة الزائد اي هناك سكتش رقم 1 تحته. رايت كليك شير سكتش اي انه سنشارك هذا السكتش في عمليات اخرى من البارتس. فيعطينا السكتش الاساسي هون. اوكي اضغط مرة اخرى على اكسترود. نسحبها الى القليل فوق. هذه المساحة من السنتر ولكن ليست نفس المسافة. نريد انشين 2 انشز. اوكي طبعا نلاحظ هنا العملية الاولى اكستروجين والعملية الثانية اكستروجين 2. طبعا ممكن ان نخفي هذه فيزيبيليتي شيلها وبالتالي تختفي سكتش. طبعا نريد ان نضع بعد الاوامر الاخرى الفيتشرز بارت فيتشرز. سنرى هنا الاكسترود عندك ريفولف هول شيل ريب لوفت. سنضيف فيلت الى الزوايا طبعا 0.125 الانشز الى الزاوية هي ايضا والزاوية الداخليات. فاخترنا الاربع زوايا كما نشاهد هنا. طبعا apply فنلاحظ مباشرة انضافت هنا عندك فيلت. صار فيلت واحد. فلو اضفنا فيلت اخرى مثلا هنا وهذه نحتاج الى التدوير قليلا. فنختار هذه الفلت وللتدوير قليلا للأسفل. فنختار هذه الزاويتين هاي وهاي. نضغط على apply فنلاحظ انه هناك فلت واضاف عملية اخرى هي فلت رقم 2. ضغطنا على F6 للشكل الايزومتريك. نضغط طبعا هنا كنسل خلصت. نضغط على F6 فنلاحظ ان الشكل انتهى. نريد ان نضيف هول في هذا الجسم. فممكن ايضا ان نضيف نذهب الى هول. نضغط على هول. طبعا يخرج لنا دايلوج بوكس صندوق الحوار التالي. انواع اضافة الهول عديدة. هناك اللاينر اي على سطح معين او على من سكتش اذا في سكتش موجود او بشكل دائري او على نقطة نحن محددينها مسبقا. سنضيف لاينر اذا تعطي اكس واي للسطح. بختار اول شيء الفيس هذا الفيس بعدين اول ريفرنس من هنا مثلا 1 انش. سنضيف المسافة ومن المسافة العليا كمان نفس المسافة 0.8. هو لحاله اخذ السنتر. بدك تعدل نعدل بعدين. طبعا الهول نريد ان نحدد سماكته او قطر الدائرة. منضيف مثلا هي تقريبا 1 انش. لو ان 1 انش وطول الثقب اول 6 مليمترات. لا حط مثلا 25. حط رقم اكبر وبالتالي سيخرج الى الطرف الاخر 50. apply done. فلو ذهبنا الى المعاينة سنرى ان هناك فتحة في مركز الايد. نضغط F6 للايزومتريك. طبعا سنرى هنا انها اضيفت هول. طبعا هو الواحد هو 2 و3 وهكذا قد ما بتضيف تنضاف على الليسته. هنا هو نظام الشجره.
وبالتالي هذا أفضل نظام كتصنيع قطع الميكانيكية، لأنك عندما تريد أن تتراجع فأنا ممكن هنا بسهولة أعمل مثلا يا ديليت أو سبرس فيتشر، أي ألغي هذه الخاصية فتختفي من هنا، أو إذا ما عملنا سبرس من قطر أخرى الإند نسحبها إلى فوق هذه فصارت الإند قبل، إذا كأنك لم تضيفها، يعني هيك أنا ختام القطعة. أوكي فنزلها تحت اسحبها كليك أند دراج صارت إند موجودة. طبعا الآن هذه قطعة جاهزة، نريد أن نشيك على الإجهادات التي تتحملها أو ندخل على ستريس أناليسيس تبعت الأوديتسك بروفيشنال. نذهب إلى أول شيء علينا طبعا نعمل سيف، نضغط على سيف فنعمل سيف إلى بارت. أوكي بارت 2 في الفايل تبع. أوكي سيف. نذهب إلى أبليكيشنز ستريس أناليسيس، فنلاحظ أول شيء طبعا يطلب منا تحديد الماتيريال، ما هي مادة هذه العنصر أو البارت. أوكي مايلد ستيل كحديد أو يسمى طبعا MS. طبعا يخرج هنا يظهر لدينا هنا عدة أماكن أو أنواع الأحمال التي نريد أن نطبقها. طبعا عندك أول شيء نحدد مكان الكونسترين، المكان المثبت، فلو فرضنا هذا المكان الثابت أوكي فيضيف أول fixed constraint رقم واحد، فلو وقفنا عليه تلاقي علم لك المكان هنا، إذا هذا المكان ثابت. نذهب إلى force ولكن ليس force هنا bearing load، فرضا هي كانت ثابتة وهون عندك bearing عم يدور، bearing load هي المساحة. طيب اللود هل هو thrust؟ طبعا البيرنج هناك نوعين من اللود، عندك يا ثرست لود يعني هو يكون ضغط عليها من اعلى وهي تدور، او راديال، راديال بيكون بشدها من الاتجاهات يعني يشدها كذا من هنا او اتجاهات هاي، اما ثرست لود بيكون الثرست لود يكون هكذا، لحظه شوي، يكون هكذا عمودي على البيرنج ثرست لود، فهو بالنسبة لهذا ما غير لا يخيف جدا هذا ثرست لود. بس الراديال لود اللي بيكون طبعا نحدد ليبرا باي فورس، ولو يكون مثلا 330 300. اوكي فصار في عندنا لود بيرينج والفيكس بوينت هي الهول. نضغط على هنا ستريس اناليسيس ابديت فيقوم بعمليات الحسابية بشكل سريع جدا، طبعا يعتمد على سرعة الجهاز والرامات والبروسيسور. طيب نغير اتجاه البيرينج، edit خلي axial net هذه الجهة. اوكي update أو أن اللود كبير. ننتظر قليلا حتى نرى. تمام طبعا هنا عندك التول بار كبير شوي. طبعا الأحمال بالبي اس اي عندنا equivalent stresses. أوكي عندك الديفورميشن بالانش جزء بسيط لا يذكر، السيفتي فاكتور مرتفع جدا وهو تقريبا 9 سيفتي فاكتور، يعني الامور سليمة جدا ان شاء الله. طبعا ممكن نعمل جنريت ريبورت، ممكن ايضا انيميت الريزلت انيميت، اذا ترى طبعا مو بالنسبة لل بدنا اياها للاكويفالنت ستريس، نعمل انيميت اوكي رن فترى كيف توزع الاجهادات على المنطقة او انتشارها بشكل عام، ممكن تعملها فاستر ممكن سلو بشكل خفيف، ترى كيف تنتقل الاجهادات. اوكي طبعا
طبعا ممكن تسيفها كـ AVI ايضا، ممكن تسيفها كـ record بعدين تعمل له save عندك AVI. cancel. اوكي طبعا هنا ممكن تنشئ ريبورت وهذا الاهم، يعطيك ريبورت اوفيشال، ريبورت نظامي ومعتد به يعني، يعتبر اسم البارت حسب ما مسيف انت الاسم بيطلع معك بارت 2. اوكي اوتوس انفنتور الاوثرايز الاحمر شنو جيومتري اند مش. فهنا عندك اعطاك حجم القطعه وزنها 7 باوندات يعني تقريبا 3 الباوند 0.46 يعني تقريبا 3 كيلو او اقل من 3 كيلو. هاي الفوليوم، طبعا الفوليوم حسب الكتله بالكثافه بتعطيك الفوليوم، او الكتله هي الكثافه في الحجم، الحجم في الكثافه بتعطيك البارت الماس. هنا بتعطينا طبعا الفيكس كونسترين واللود، بعدين عندنا هنا هذا تيبل 4 للرياكشنز اللي يعني هي اللود تقريبا رد الفعل هو نفس الفعل. هاي ريزلت، عندك ريزلت تعطيك ريزلت هنا سنين الريزلت. اوكي عندك هاي المينيمم والماكسيمم كله جيد، السيفتي فاكتور 9.6 يعني شيء عظيم. هاي الوضعيات اللي ظهرت انت عندك. طبعا ممكن نسيفه سيف از وتسيف هذا الفايل نضغط عليه لا نريد تسيفه. هيك بنكون انتهينا من البارتس بشكل عام ودخلنا على ستريس اناليسيس، وشكرا لكم.